اهلا بحضراتكم مره تانية بعد الفاصل. وزي ما كنت بقول لحضراتكم في بدايه هذه الحلقه، ازاي المنطقه دي كانت صحراء لكن دلوقتي الوضع اختلف تماما وغيرت الحقيقه في شكل خريطه مصر السياحيه والاستثماريه. منطقه من اهم المناطق لجذب السياحه والاستثمار كمان يهدير في مصر بشكل عام. عشان كده احنا عايزين نتكلم عن تفاصيل هذه المنطقه وازاي كانت وازاي تحولت الى هذا الشكل المبهر والشكل الجمالي مع الدكتوره غاده شلبي نائب وزير السياحه والاثار. صباح الخير عليك يا دكتوره. صباح الخير عليكم وعلى الساده المشاهدين من العالمين. بحضرتك. صباح الخير يا دكتور غادة، وصباح السحر والجمال. الحقيقة أنه الصورة مبدعة، قاعدين يعني على أحلى شواطئ العالم، وإحنا دلوقتي بنتكلم عن يعني خريطة مختلفة للسياحة في مصر، خريطة حتى استثماريا مختلفة مش بس سياحيا. خطتنا إيه كوزارة سياحة للترويج لده عالميا قبل داخليا؟ هي الحقيقة مصر بتبني مدن جديدة، بتغير من وجهة مصر والطريقة اللي احنا هنروج بيها وبنروج بيها للسياحة لمصر. النهاردة بنقول العلمين هي مجموعة من الشواطئ بتمتد على طول 15 كيلو، غيرت تماما شكل الساحل الشمالي وطريقة جذبه للسياحة والاستثمار والسكن وكده. الحقيقة في 4 سنين المنطقة اختلفت تماما، بقى في أبراج، بقى في فنادق اتفتحت، بقى في الشكل اختلف تماما، وبالتالي بقت منطقة جذب الحقيقة فوق العادة، متميزة جدا جدا. طيب دكتور، عايزين نتكلم مع حضرتك عن المقومات اللي خلتنا نيجي نعمل مدينة سياحية في هذه المنطقة. لا احنا طبعا احنا بنقول انه مصر بتتمتع بجو يخليها تستقبل السياحة 365 يوم في السنة، فما بالك يعني ما بين البحر الأحمر وما بين البحر المتوسط احنا عندنا اختلاف في تنوع المنتج السياحي. النهاردة في منطقة العلمين الجو مختلف، الجو بيجذب السياحة صيف شتاء، وبالتالي هي امتداد لإسكندرية. إسكندرية شغالة 365 يوم في السنة، مدينة قائمة تماما. العلمين كمان عندها ما يؤهلها أنها تكون شغالة طول العام سواء صيف أو شتاء. الأسواق اللي ممكن تجذب إلى هذه المنطقة مختلفة سواء من أوروبا أو من الدول العربية. الجو، سحر الطبيعة، لون البحر بيميز المنطقة دي جدا جدا. صحيح يا دكتور، وده اللي كنت عايزة أقف مع حضرتك عنه. يعني أكيد حضرتك ليكي جولات في الأسواق السياحية الواعدة خارجيا، الناس بتستقبل إزاي أخبار مدينة العلمين الجديدة والجلالة وهذه المدن اللي بتطل على أحلى شواطئ العالم؟ هو دورنا ان احنا نروج في الاسواق الخارجيه، ان احنا نعرفهم ايه اختلاف الشواطئ عندنا ومقومات السياحه الطبيعيه اللي موجوده فيها الدوله. يمكن الاسبوع اللي فات انا كنت في دوله اوكرانيا وكانوا بيقولوا البحر الاحمر في الصيف عندكم شويه حر، قلت لهم مفيش حاجه خالص، عندنا الساحل الشمالي، عندنا منطقه العلمين. النهارده كمان مع افتتاح مطار العلمين في الايام القليله القادمه هيكون مهيئ ان هو يستقبل الطيارات السائحيه يعني السياحية والشارتر من دول مختلفة سواء برضو من الدول العربية أو من الأوروبية، وبالتالي هتغير خريطة السياحة تماما. خليني أقول لحضرتك أن النهاردة الساحل الشمالي، منطقة الساحل الشمالي فيها حوالي 13 فندق، بافتتاح فندقين جداد هيبقى عندنا 15 فندق. الطاقة الفندقية الحالية هي حوالي 1700 غرفة فندقية، هيتم زيادة هذه الطاقة بحوالي 1286 غرفة، وبالتالي احنا ده كان مخطط له يا فندم ولا لما لقينا الإقبال ولقينا العدد كامل لشهور كمان قدام فقررنا ان احنا ده الوضع الحالي، ده رؤية الدولة واستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة والتطوير اللي بيحصل. الوضع بيقول ان احنا زودنا الطاقة الفندقية من سواء من غرف فندقية أو شقق فندقية بنسبة 75% مما كان عليه قبل كده، وبالتالي وده مش كفاية، مش كفاية على امتداد هذا الشاطئ البديع. وشايفة طبعا احنا ما بين يعني وزارة الإسكان، هيئة المجتمعات العمرانية برضو بتبني يعني بتجهز لافتتاح فنادق أيضا ستضيف إلى هذه المنطقة طاقة فندقية كبيرة جدا جدا.
الحقيقة أنه إحنا بحاجة لمجموعة كبيرة من الفنادق على شاطئ البحر المتوسط، لأنه الناس كلها بتتكلم دلوقتي أن الفنادق تقريبا كلها يعني مفولة لحد يمكن نص أكتوبر يعني. صحيح صحيح. أيا كان يعني أتصور أنه أيا كانت الطاقة الفندقية اللي حيتم زيادتها هتستنفذ بالكامل في الصيف، ودورنا ان احنا نروج لها كمان في الشتاء بحيث انها تكون مقصد سياحي متميز جديد. احنا بس مش بنتكلم على فكرة على فنادق، يعني العالمين بالإضافة للفنادق فهي فيها مدارس، فيها جامعات، فيها مراين لليخوت. احنا حوالي ساعة ونص من إيطاليا، فممكن السائح اللي صاحب يخت وده نوع من السياحة اللي احنا الحقيقة بنستهدفه جدا دلوقتي، السائح من إيطاليا ممكن يوم ونص يومين يكون عندنا هنا باليخت بتاعه، يجي يتغدى ويعمل اجتماعاته ويرجع تاني. فاحنا بنتكلم على بعد تاني خالص خالص عظيم. وده كان سؤال مهم جدا كنت عايز اتكلم مع حضرتك فيه، السائح الأجنبي. احنا دلوقتي ازاي بنستهدف ان احنا نصل للسائح الاجنبي بحيث انه يجي زي ما حضرتك قلتي من ايطاليا يوم يوم ونص هيكون موجود هنا، ازاي بنروج لده؟ واحنا شايفين سي ان ان وهي بتتكلم عن العالمين وعن المقاصد السياحيه الموجوده في مصر، شفنا شخصيات عالميه كتيره جت زارت مصر وزارت هذه المنطقه وبتشيد بجمال هذه المنطقه، ازاي احنا نستغل ده؟ احنا الحقيقه في وزاره السياحه والاثار وتحت يعني اشراف معالي الوزير خالد العناني بنقوم بوضع استراتيجيه للتسويق والترويج لمصر، استراتيجيه مختلفه خاصه بعد فتره كورونا. احنا المفروض نتكلم العالم ازاي كل دوله وكل دوله مصدره للسياحه نكلمها بانهي طريقه، السياح اللي بيجولنا منهم من انهي فئات، وبالتالي هنقدر نخاطب كل دولة بما يليق ويناسب هذه الشرائح من تلك الدول. وبالتالي برضو زي ما بقول لحضرتك يعني يمكن ناس كتيرة ما تعرفش ان احنا دلوقتي بقى عندنا الساحل الشمالي شغال، وهو هيكون مقصد سياحي مهم جدا جدا حتى في فترة الشتاء. الشتاء أوروبا متلجة، احنا عندنا شمس وبحر وهواء، وده يمكن اللي مطلوب الفترة دي بعد فترة كورونا، ان الناس بتدور على هذا النوع من السياحة المختلفة عن مرحلة الإغلاق بالنسبة له. طيب دكتور غدا، يمكن كمان الناس متشوقة تعرف فكرة فتح مارينا على مدينة العالمين الجديدة ومردود المشروع ده، سواء بالنسبة للناس موجودين في مارينا أو كمان بالنسبة لمدينة العالمين الجديدة. يعني شواطئ مارينا هي بتضيف إلى الشواطئ الحالية حوالي 12 كيلو، وبالتالي أصبح امتداد شاطئ العالمين 27 كيلو امتداد على شاطئ البحر المتوسط، مدينة الإسكندرية 32 كيلو، وبالتالي احنا بنتكلم في حوالي 85% من طول مدينة الإسكندرية موجود هنا في العالمين. إسكندرية جديدة. إسكندرية جديدة، العالمين. النهاردة احنا اللي بيميزنا جدا جدا شواطئ مصر الخلابة، واللي هي لو حضرتك تلاحظي لون المية هنا مختلف عن لون مية البحر الأحمر، مختلف عن مرسى مطروح، فبالتالي السائح كل مرة هيجي لنا هيلاقي شكل مختلف، اكسبيرينس مختلف. احنا حتى بنقول ايه اكسبيرينس ايجيبت، السائح لما نيجي نكلمه يعني ايه اكسبيرينس ايجيبت، تعال جرب مصر، تعال جرب حياتك هتبقى ازاي. انا بس مش عايزاه يقعد في فندق وفقط، لا، عايزاه يجرب تجربة الحياة في مصر، وهو ده اللي هنا النهاردة كمان مدينة العالمين الجديدة بتقدمه، امتزاج السائح بالكالتشر، بالحياة بتاعتنا، بالمطاعم، بالسكن. الدنيا مفتوحة جدا جدا. جامعات يمكن كمان بنستقبل وفود للتعليم، طبعا بنشوف الأكاديمية البحرية، جامعات وتويننج مع جامعات دولية، فبالتالي هي بعد مختلف تماما. يعني احنا في ظل اليومين دول يعني على ما اسمع كده ان احنا شواطئ اسكندريه كامل العدد ده، وده احنا لسه ما بنقولش ان احنا روجنا، بس كمان مش قادره اروج بالشكل الكبير قوي لانه منتظره زياده عدد الفنادق والغرف الفندقيه عشان تستوعب حجم السياحه. يعني فندم احنا هنا ما بناخدش شهور تقريبا وبتلاقي كل حاجه جاهزه. يعني ما فيش مره جيت فيها العالمين الا ما بلاقي وجه جديد، حاجة جديدة اتبنت، برج جديد طلع. الحقيقة يعني مصر كلها بتبني
انجاز ما بعده انجاز. ما شفتش دوله، ويمكن لما يعني في لقاءات حتى دوليه مع يعني وكالات انباء مختلفه، انه مصر تقدر تبني العاصمه الجديده، العالمين، دمياط الجديده، رشيد الجديده، منصوره الجديده، كلها تغيير لوجهة مصر. مصر بتنبض بالحياة، مصر فعلا عايشة بشكل جديد وبتقدم نفسها في جمهورية جديدة للعالم كله بشكل الحقيقة احنا نفخر بيه. طيب دكتورة، احنا ازاي تجاوزنا أزمة فيروس كورونا في الترويج للسياحة في مصر، ومش بس الدول المصدرة للسياحة، لا ده احنا كمان فتحنا أسواق جديدة لدول أصبحت هي كمان مصدرة للسياحة لمصر؟ سؤال حضرتك مهم جدا، لأنه احنا بإشادات مختلفة من يعني جهات يعني دولية معتمدة، ومن ضمنها منظمة السياحة العالمية، لما العالم كله كان عنده حالة إغلاق احنا ما كناش ساكتين، احنا عملنا جولات افتراضية بنقول للناس تعالى شوف المتاحف شكلها عامل ازاي من جوه، المقابر عاملة ازاي، فبالتالي اشتغلنا عندنا على خطة يا دكتور غدا لافتتاح متاحف يعني مختلفة في العالمين الجديدة. هو طبعا في متحف الكومنولث ده موجود وبيحصل له تطوير، حدث سنوي اللي في احتفال بيه في اكتوبر. منطقة العالمين هي طبعا في ليها ظهير اثري ويعني يعني تاريخي كمان، ده احد العوامل الجذب السياحي النهارده، الدمج ما بين السياحه الترفيهيه والثقافيه والاثريه والهيستوري، ده مهم جدا، وده حتى كمان بيجذب عدد من الدول الاوروبيه اللي هي مرتبطه بهذه المنطقه، فبالتالي بيجوا كل سنه وبيحتفلوا، وان شاء الله احنا بنرتب يكون في مهرجان كبير بهذا الاحتفال السنه دي في اكتوبر بإذن الله. فعاليات ومهرجانات على ارض العالمين طبعا الجديد. طبعا طبعا فنيه رياضيه اكيد اكيد. الجميل هنا كمان انه اصبحت العالمين فيها بتشجع لرياضات مختلفه، السايكلينج ركوب الدراجات، ويمكن في عدد من راكبي الدراجات اللي بيعدوا في دول مختلفه لسه مبلغيني ان عايزين يجوا العالمين ويبتدوا يعني ياخدوا العالمين من ضمن المسار بتاعهم، يعني كل ده بيدعو لحياه مختلفه حتى للمواطن وللسائح، بيغير صوره مصر واحنا عايزين نقدم نفسنا ازاي للدول بره. احنا بنشكر حضرتك دكتوره غاده شلبي نائب وزير السياحه والاثار، شكرا جزيلا ليك يا فندم، شرفتينا ونورتينا. اهلا بيك وشكرا جزيلا، ويعني سعيده بوجودي معاكم النهارده، وان انتم بتبرزوا جمال مصر بالشكل الايجابي ده. محظوظين بسعادتك يا فندم، وبنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا.